السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البيم اند ايربان بلاننج اند ديزاين. معكم عمر سليم، مؤسس بيم ارابيا. طيب، ايه هو البيم؟ بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا ادير معلومات المشروع. بس النهاردة هنخصص، لو انا مش بتكلم على مبنى، لا بتكلم على ايربان بلاننج او منطقة كبيرة جدا، بتكلم على مدينة، بتكلم على مساحة واسعة. ودي حاجة مهمة جدا، لأن الناس بتعتقد إن البي أو البيلدينج مقصود بيها مبنى، لا مقصود بيها أي حاجة ممكن تتبني. يعني هنا بنتكلم عن الحاجات اللي ممكن تتبني فوق الأرض وتحت الأرض، الإنفرا ستراكشر. طيب تعالى نشوف كده فيديو للفكرة. ده تعريف بي البيم. الفكرة إن كل عنصر هنا بيبقى فيه كل المعلومات اللي أنا ممكن أحتاجها في إدارة المشروع. بيحصل إن أنا بقدر أوفر في الوقت وفي التكلفة، وفي نفس الوقت بقلل الإيرور اللي موجودة والشينج أوردر، وبقى فيه فهم أكتر للمشروع. تمام، دي مثلا منطقة اللوسيل في قطر جنب الدوحة على طول. دي كلها معمول لها اربن بلان من خلال البيم. ده جي اي اس. من الحاجات المهمة جدا ان احنا في موضوع البيم دوت هنربط بين البيم والجي اي اس. دول يعتبر حاجتين مختلفتين، بس احنا عشان نشتغل بيهم مظبوط لازم برامج الجي اي اس ندخل فيها العناصر بتاعة البيم ونبدأ نعمل ربط بينهم. ده ماكرو ستيشن، بروجكت وايز، اسك وايز، نافيجيتور. مثلا بيبقى عندي المدينة بحط فيها كل المعلومات الخاصة بالميجا سولار، السمارت هاوس، عندي الاي في كار شيرنج، نظام سيستم لمشاركة السيارات، انت تاخد السيارة بتاعتك وتحطها في اي مكان واي حد ياخدها، مش السيارة بتاعتك، يعني في سيارات كده بتاخدها من مكان لمكان انت اللي تسوقها زي تاكسي، بس انت اللي تسوق لاماكن محددة وتركنها وبمعروف مكانها فين، من خلال الموبايل تروح شايف اقرب عربية ليك وتاخدها وتسوقها. يبقى عندي نظام السمارت هاوس موجود، مالتي انرجي ستيشن وهكذا، انتليجنت ترانسبورتيشن سيستم اي تي اس. طيب ده في احصائيه بتقول ان 6 مليار شخص، ده عدد الاشخاص اللي هيكونوا عايشين في الاربن اريا او في المدن الكبيره في 2050. ده مثلا صوره اعتقد من الصين بتورينا الزحام بيبقى عامل ازاي. فالموضوع صعب، محتاجين يبقى فيه تصميم كويس بحيث ان العشرين المليارات العشرين دول يقدروا يكونوا مستمتعين في المدينة وما يكونوش متضايقين، لان ممكن الضغط الموجود يؤدي لحدوث جرائم او الناس تكون متضايقة. دي عدد الابحاث اللي بتنشر في الموضوع دوت. طيب تعالى بقى نشوف فيديو عن البيم والمصدر بلاي. زي ما انت شايف بسهولة جدا بنرسم الطرق. ده برنامج الانفرا وركس، وده هتلاقيه مشروع بالتفصيل على قناة بيم أرابيع على اليوتيوب. زي ما انت شايف بترسم خط، هو بيتحول لطريق وفي كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها من إنارة، من منطقة زراعية مثلا في النص وهكذا. تقدر تضيف كوبري بشكل بسيط جدا. ده هي أضفنا نقل
بنحول البريد الكوبري. وكل بسهولة مجرد بس تسحب كده يبدأ يخلي الطريق يرتفع أو ينزل في المنطقة دي. دي اللواء بتاعت الكوبري سهل تغير النوع بتاعها بسهولة. تقدر أي منطقة تخليها منطقة مثلا زراعية أو كده. زي ما شايف الموضوع بيتم بسهولة شديدة جدا. Building Information Modeling دي تقنية موجودة وانتشر كده إن تحط كل المعلومات، وفي منها الجزء الخاص بالUrban Plan خاص بالمناطق الكبيرة، مش بالمبنى، بيدخل معانا الكباري، بيدخل معانا الطرق، بيدخل معانا الحاجات دي كلها. في الطريقة العادية إن إحنا كنا بنعمل أنالوج، دلوقتي بقت ديجيتال. لو كان كل حاجة جزيرة لوحديها أو سايلوس، لا دلوقتي في تعاون، في رياكتيف رد فعل، لا هنا بالنسبة للخطوات، في ايرور، لا هنا بنتوقع الايرور قبل ما يحصل، كان هنا ديسكونكت مش متصلين من بعض، دلوقتي بقى متصلين من بعض. 2D بيبر ورق بقى هنا 3D موديل. فالتطور الرهيب دوت لازم نكون شغالين فيه، ما نستناش ان هو يبقى اجبار علينا. ده الكاد سوفت وير، كل ده موجود في البيلدنج انفورميشن موديلنج، 3D موديلنج، سيموليشن، تقدر تعمل سيموليشن للحريق، اللايت، للصوت، للفنتيليشن، التهويه، للهيتنج، الحراره، للبيئه. تقدر تطلع اي سبيسيفيكيشن انت عايزها، تقدر تطلع الاسكادولات كلها، تقدر تعمل فاسيلتي مانجمنت من خلال الموديل بتاع البيم. فأصبح مرتبط ببعض، يعني من ضمن الحاجات ان كل حاجة مرتبطين كلهم ببعض، تمام. يعني في سيستم معمول اسمه زي فيلدر، ده من ضمن الأنظمة اللي بتعمل ربط بين الحاجات، يعني ربط بين الاستيميتنج، بين السكادول، بالفور دي، بالكوردينيشن. وهتلاقي شرح زي فيلدر برضو على البيماريبيا. بيم فور سستينابل سايت، يعني ممكن يكون في مدينه عايز تبقى صديقه للبيئه، فهو البيم يقدر يدخل كل المعلومات دي بحيث ان انت تعملها اناليسيز وفيجواليزيشن ومينتيننس واوبريشن. كل الكلام دوت ممكن يتم من خلال البيم. فبيبقى في موديلنج اند ديزاين، يبقى في رؤيه كويسه، في الكوردينيشن. ف
اصبح حاجه كويسه جدا. طيب لو انا دلوقتي جيت على مدينه وعايز ابدا اشتغل فيها شغل البيم، فمحتاج ان المعلومات بتاعت المدينه كلها تبقى معايا على الوضع الحالي، فبستخدم ليزر سكان وبستخدم درون للطياره ديت، بحيث ان انا يبقى عندي معلومات دقيقه والدقه بتاعتي بتوصل يعني 0.1 من المليمتر، وتقدر تدخل الحاجات بالشكل دوت، يبقى عندك تفصيل للمدينه. ففعلا اللي بيشتغل بالبيم ما بيقدرش يشتغل بالاسلوب الطبيعي. الجي او اس ميزته ان هو متخصص في المناطق الواسعه جدا، ما يقدرش يشتغل في مبنى صغير، ففي نظام معلومات معينه وخصائص معينه جواه. فعندنا بقى حاجه اسمها السي اي ام اللي هي السيفل انفورميشن موديلنج او مانجمنت، او بدل السي دي ممكن نقول انها سيفل او سيتي، الاثنين صح، موجوده في كتب كده وموجوده في كتب كده. فبيبقى عندك الاداره للمدينه كلها باسلوب سهل جدا، وكل المعلومات تكون مرتبطه ببعض. سيفل انتجريتد مانجمنت، سي اي ام، سيفل انتجريتد مانجمنت، دي تكنولوجيا بتاهلنا ان احنا نخلي المعلومات مرتبطه ببعض. فعندنا ادوات موديلنج 2D و3D و4D و5D و6D و7D زي ما انت عايز، وعندنا داتا مانجمنت تولز، ادوات بتقدر تدير المعلومات دي كلها زي اسيت انفورميشن مانجمنت سيستم، اداره المرافق وتشغيلها. عندنا جرافيكال انفورميشن سيستم، ديجيتال سيجنتشر، موبايل داتا ديفايس، بروجكت انفورميشن مانجمنت سيستم، وعندنا سنسور بحيث ادوات حساسه بحيث ان اي حاجه تحصل يبقى عندي معلومه ان في حاجه تحصل في نفس الوقت دوت، سواء بقى ال اي ليدر، وعندي مثلا الجي بي ار، وعندي الار تي اس والار اف اي دي، الشاشات الحمراء دي يبدا يحس باي حاجه يبدا ينبهني ليها. فاول حاجه بنلاقيها 2 دي ديزاين، ديجيتال ديزاين تولز، وعندي 3 دي وال 4 دي اللي هي الاداه الخاصه بالموديلنج، وترافيك موديلنج اند سيميليشن تولز. واحنا بنصمم برضو عندنا ان احنا نرسم الطرق ونعمل سيموليشن بحيث نتاكد ان العربيات دي هتقدر تاخد الدوران ده ولا لا، وهكذا، او التقاطع ده هيبقى ماشي ازاي، او السرعه اللي تنفع هنا تبقى عامله ازاي، 60 كيلو 80 كيلو 100 كيلو هكذا. واثناء برضو التشغيل بيبقى عندي شاشات تقدر تقول لي ان الالتحام موجود فين، او في مثلا مشكله في المكان الفلاني فالناس تروح تحل المشكله ديت. الداتا مانجمنت، عند ادوات زي البروجكت انفورميشن مانجمنت سيستم يقدر يدير المعلومات المتشاركه وقواعد البيانات اللي موجوده في المشروع. واس انفورميشن مانجمنت سيستم، خلي بالك ان كل دول كان سيستم مستقل بذاته، كان يعني فعلا مقفول، ما فيش اي طريق تواصل بينه وبين الانظمه الاخرى. دلوقتي خلاص اصبح كله بيتبادل المعلومات مع بقيه الاقسام الاخرى، وخصوصا البيم بيقدر يوصل بينهم بشكل قوي. والديجيتال سيجنتشر بحيث ان في توقيع الكتروني موجود، موبايل ديجيتال ديفايس، عندي ادوات زي سينسنج اللي هي الايربورن والموبايل، تقدر تقول لي الموقع عامل ازاي. في برضو اجهزه بتقدر تاخدها وتبدا تعملها مانوال تشوف المسافات قد ايه، بس اصبح دلوقتي الليزر سكان اسرع واقوى. عندي بقى انظمه زي روبوتيكال توتال ستيشن ار تي اس والجي بي ار والار اف اي دي والريال تايم نتورك ار تي ان، كل الانظمه ديت سينسنج. السي اي ام تولز افكت ميني كونكشن، بيقدر يقول في بيعصب حاجات كتير جدا، سيرفينج في الديزاين، في الكونستراكشن، في البروجكت مانجمنت، في السايت مابنج، بنقدر نعمل سايت كل تفصيل موجودة فيه، مش لازم كل شوية انزل الموقع. environmental process، فالديجيتال سيتي بيبقى عندك شاشة كمبيوتر كبيرة او اكتر من شاشة، وتقدر تراقب. عندي مشكلة اللي هي البيج داتا، كمية المعلومات الرهيبة دي، يعني بيبقى عندك معلومات كتيرة جدا بالمليارات كل ساعة، فانت لازم تفلترها ولازم تكون متناسقة مع بعض. السمارت ووركينج، عندي الاي او تي اللي هي انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، بحيث ان كل حاجه عندك متوصله بالانترنت، الثلاجه متوصله بالانترنت، لو الاكل اللي هي استبعت
السوبر ماركت تبعتوا لي الحاجات الفلانيه، والمطبخ يطبخ لك الحاجه على ما تروح البيت وهكذا. الكلام ده موجود فعلا في بعض البيوت. ده سمارت سيتي، يبقى لازم عندي سمارت باركينج، وذر سنسور ينبهني لأي حاجة، ديجيتال ساين، عندي سنسور للأصوات العالية، الوتر جاز ميتر يقدر يقيس، الترافيك لايت كنترول تقدر تتحكم في كل حاجة، والسولار، عندي سمارت انرجي، سمارت موبيلتي، سمارت ووتر، سمارت بابليك، سمارت بيلدينج، سمارت داتا سنتر. من خلال التابلت في أي مكان تقدر تعرف كل الشبكات اللي موجودة تحت الأرض، مش لازم تحفر غلط وتكسر الماسورة أو أي حاجة من الحاجات دي. تقدر تحط تصور وتشوف شكل المبنى هيبقى عامل ازاي من خلال الأجمنت ريالتي فيرتشوال ريالتي. ده جهاز ماشي، كل ما بمشي في أي شارع بيبدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بالشارع دوت، بحيث إن أنا أنقلها عندي على الكمبيوتر بدل ما أبنيها من أول وجديد. وطبعا مش هتبني مظبوط 100%. انا بيبقى عندي كذا اوبشن وابدا اقارن بينهم واشوف التكلفه الافضل، ببدا اعمل اناليسيس دي المطر هيبقى ماشي ازاي. نبدا نعمل ديزاين ونبدا نعمل نفس ورك، نبدا نشوف الحاجة هتتبني ازاي. بنضيف البعد الرابع للموديل اللي هو بعد الزمن. ده هنا بيركز على الانتقالات، الجي اي اس داتا هتجيب له كل المعلومات الخاصة بالمنطقة كلها. هنصمم بقى الطرق في برامج البيم، تقدر تشوف تصميمات. طبعا تخيل ان انت مثلا عملت التصميم ده وبنيته وقعدت سنة تبنيه وفي الاخر شفت انه غلط. لا، هنا بنعمل التصميم والبرنامج يقول لي افضل واحد فيهم ايه اللي بيعمل زحمة. زحمة يا دنيا زحمة. فبتبدأ تحط العناصر الانشاءات تحتها وتبدأ تقارن كل بتاعتك المعلومات لحد ما يبقى عندك سيموليشن بالشكل الجميل دوت. فالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ديت أولا تكلفتها
لا اثبت التجارب ان خلال سنه بتستفاد بالحاجات دي، تقدر تحقق توفير. يعني ان انت مثلا تعمل لايت سمارت في المدن دي مش رفاهيه، بالعكس انها اوتوماتيك تطفي، يبقى في سنسور تطفي لو مفيش حد في الشارع مثلا، تمام؟ يعني انت ماشي وعندك طريق طويل، تمام؟ فايه اللي يخلي طريقه ده كله قايد بالليل؟ لا، المكان اللي انت فيه بس هو اللي يبقى منور مثلا لمدة مثلا 20 متر قدام. لو مثلا عربيات، الطريق ما فيهوش عربيات خالص، خلاص في سنسور معين، ما يبقى الحاجة مطفية. لو في عربية ماشية ممكن تنور مثلا 100 متر قدام، 200 متر قدام، 500 متر قدام، حسب الدراسة اللي انت هتعملها، تمام؟ فبتوفر جامد جدا في اللايتنج. يعني تخيل كمية الإنارة اللي منورة بالليل وبالنهار، ومنورة في أماكن محدش فيها أصلا، فتقدر توفر وتتحكم فيها. ده جزء بسيط جدا اللي هو الإنارة، إنما في كل حاجة الجي اي اس هتلاقي فيه المابس، الداتا اناليسيس، الابليكيشنز. هو حاجة قديمة فقوية جدا ومتطورة، لما بيحصل تواصل بينهم بالبيم بنستفاد حلوة جدا. تبدأ بقى تصمم المدن، لازم يكون عندك الخلفية النظرية. يعني مش شايف ان انت تتعلم البرامج فتشتغل، لا، لازم تكون عارف النظريات بتاع زمان. مثلا دي المدينة الدائرية، في مدن عربية كتير اتعملت بالنظام دوت، اللي هو نظام دائرة وفي قصر الحكم في النص، وبعد كده الحاجات الأساسية، وبعد كده مساكن الناس، ويبقى في سور في الآخر زي مثلا مدينة بغداد وهكذا. في مدن مثلا بتبقى معمولة بالشكل دوت، سيكتور موديل. البيم داتا والجي اي اس داتا، ده هنا مختص بالمباني أكتر، هنا مختص على مستوى أعلى شوية. طبعا في حاجات في البيم بتبقى مخصوصة للمدن، يعني مش مختصة بالمباني بس هي الفكرة كلها إن أنت بترتبط بقى بالتكنولوجيا اللي موجودة في الجي اي اس وتستفاد منها. هنا بيبقى كلامنا أكتر على الوول، الفلور، الويندو، وبنتكلم برضو عن الرود والبيلدنج وكل الحاجات دي، بس يعني الجي اي اس بيبقى متخصص أكتر. يعني ده البيم داتا، ده الجي اي اس داتا. فأنا عندي العالم أهو، عندي البلد، عندي المدن، عندي الموقع. بعد كده تبدأ تدخل في الحاجات بتاعت البيم، الفاسيلتي، بيلدينج، انفراستراكشر، سيستم، سب سيستم، الرومز، وهكذا. فاحنا من قبل ما نبدأ بنبقى عارفين مثلا ايه العناصر اللي هتبقى موجودة في البرامج بتاعت الجي اس، وايه العناصر اللي هتبقى موجودة في برامج البيم، وازاي هنعمل كونكت بينهم على اساس ما تبقاش في عناصر متكررة في الاثنين. ده السكيلز بتبدأ تنزل، وهنا عندي العناصر بتاعت الجي بي اس والجي اي اس والكاد والبيم، كل الحاجات دي بتبدأ تتكامل مع بعض. بعد ما بنعمل السيرفينج وبنعمل الدروينج، بنبدأ نربطهم كلهم مع بعض بحيث يحصل بينهم انتجريشن. العناصر المشاريع هي بيبقى في حاجات خاصة بالاف ام سيستم، اللي هو إدارة المبنى، الفاسيلتي مانجمنت، ده سكيورتي، سي ام ام اس، لايف سيفتي، السبيس، الريكورد دوكمنت. كل الحاجات دي بنبدأ ندخلها في البيم ونربطها بالجي اي اس. فأنا عندي في انتجريشن بين البيم والجي اي اس، الابلكيشن بلجن، عندي فاسيلتي مانجمنت، او عندي الانرجي مانجر، الكلاينت، ديسكتوب 3 دي فيور، البيم فيور، الويب كلاينت، السيرفرات اللي موجودة، الدي بي ام اس، الداتا اللي موجودة. البيم هنحاول مثلا لايك في سي على اساس ان هو يتقري مثلا في السيتي جي ام ال، او يتقري في برامج الجي اس. ويبقى عندنا بلاتفورم معينة هنقدر نجمع فيها الحاجات، ممكن حتى ده يبقى برنامج وده برنامج، وفي برنامج بس فيور بيربط الاتنين مع بعض، ممكن يبقى ويب براوزر. الكلاود ديفلوبمنت 3 دي جي اس والبيم فيور و3 دي جي اس اند بيم، بنبدأ نربطهم مع بعض، ناخد المعلومة من هنا وناخد المعلومة من هنا ونحطهم هما الاتنين في مكان واحد، تمام؟ بحيث ان انت من بعيد شايف المدينة كلها، وبعد كده لما تقرب تشوف البيت، وبعد كده تقدر تدخل جوه البيت وتشوف تشوف حاجات حلوة ان شاء الله. يعني تلاقي البيت منظم ونضيف ان شاء الله. البيم داتا اللي هو الاي اف سي فيجواليزيشن اهوت،
ونقدر ندخل كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. الجائز طبعا من سنة 1968، البيم من 1992، تمام. هو كان فيه نظريات من 62 بس، نقدر نقول ان استخدام الرسمي، بس هو في سنة 82 ناس عملت بيم. كان بدأ ظهور الاركيكاد او بداية الشغل على الاركيكاد، يعني في صور او فيديوهات بتوضح ان سنة 82 كان في ناس شغالة على برامج للبيم جرافي سوفت. وبعد كده الريفت اشتروه اوتو ديسك سنة 2002، بس هو من قبل كده. ليفل اوف ديتيل الداتابيس، في تطور بين الاثنين، وبدأوا الاثنين يبقوا مرتبطين مع بعض. في انتجريشن بينهم من سنة 2008. في الايربن ايمرجنسي ريسبونس بدأ يرتبط بالبيم. ودلوقتي تقريبا المشاكل اللي كانت بتحصل اتحلت، يعني كان في بعض المشاكل في الاول لان هما الاثنين بيتكلموا لغات مختلفه، دلوقتي اصبحت المشاكل شبه محلوله. سيتي جي ميل ده امتداد بتقدر تحط فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها، تقدر تصدرها من اي برنامج لبرنامج اخر. هو شغال بالايزو بحيث ان في ستاندرد تشتغل عليه. البيم والانفرا والجايس مرتبطين ببعض بشكل واضح اهوت، ان هو بنبدا نصمم ونبدا نحط التطوير، وبعد كده بنبدا نعمل انتجريشن وتطوير بينهم. هنا بيبدا ينزل الموقع يعمل سيرفي ويبدا ياخد المعلومات بتاعت الموقع ويبدا يديها للبيم. لايف سي ده صيغه مرتبطه لتبادل المعلومات بين البرامج المختلفه، هتقدر تحط كل المعلومات زي ما انت عايز. الاوت دور ال LOD 0، مفيش في البيم حاجة اسمها ال LOD 0. هنا في جي اس عندي الترين داتا وال DEM بالشكل دوت. ال LOD 1 او 100 مثلا، هنبدأ نحط المعلومات الأساسية كفكرة من غير مقاسات. هنا بنبدأ بقى نحط برضه بعض المعلومات الأساسية جينيريك بروبوزال بروبرتيز. ال LOD 2 او 200 نحط بقى خلاص الحاجة بالمقاس بتاعها، نحط مثلا العناصر معينة، هنبدأ نحط بقى كهروميكانيكال المكن وهكذا. هنا برضو بيبقى فيه سيمبل روم استراكشر جديد 3، كل مرة تبدأ تحط بعض المعلومات الإضافية للمشروع، وبيبقى عندي ترتيب للداتا بتاعتي في المشروع وتطور الموديل. يعني هو نفس الموديل، ما ينفعش ان انا في المشروع هنا كان حاجة وبعد كده ألغيه وأحط حاجة تانية. البيم داتا، البيم داتا وجي اي اس داتا بيبقى بينهم انتجريشن بحيث إن المعلومات تتبادل بينهم وهما الاتنين يكونوا موجودين في نفس البلاتفورم. البيم داتا السيرفي داتا وهكذا. البيم داتا طبعا العناصر اللي هي فوق المبنى، في حاجات كتيرة جدا تحت بتبقى موجودة. نقدر نربط بينهم او نحط خطه معينه للربط بينهم او هيبقوا شغالين مع بعض ازاي. ده انتجريشن بالداتا مع 3D جايس. انتجريتد اربن موديل، كل طبقه من الطبقات موجوده فيها. فيرجوال انفايرمنت، اللايت، الاير فلو، الاتفاك، الكوست، السولار، الامرجنسي. فبيبقى عندنا اداره لكل حاجه موجوده في المشروع. دي انظمه بتاعت السستينابيلتي زي البريم البريطاني، الليد الامريكي، دي جي ان بي الالماني، الاستدامه اللي موجود في الامارات، جي سي اس اللي موجود في قطر، الهرم الاخضر جرين بيراميدز اللي موجود في مصر. دي مثلا بعض البرامج اللي بتخليني اعمل تحليل للمدينة كلها، سواء مثلا حرارة، سواء الرياح هتبقى عاملة ازاي وهكذا، الشمس هتبقى عاملة ازاي. ده برنامج اسمه IES من برامج الباور في الموضوع ده، انرجي اناليسيس، الاير فلو،
كل الحاجات دي هتلاقيها موجودة إن شاء الله شرح مفصل في بيماريبيا على اليوتيوب. فعندنا دلوقتي التحدي إن عندنا أكتر من سيستم، ففي بعض الشركات زي بيلدينج سمارت دي غير هدفها للربح، مكونة من الشركات اللي شغالة في مجال البيم، بتحاول تحط حاجة مشتركة بينهم بحيث يبقى التبادل المعلومات بينهم سهل. الأيزو الاو جي سي اوبن يونسيبتل الكونسورتم، برضو دي من الحاجات اللي بتحط اكواد تسهل تبادل المعلومات. فانا عندي دورة حياة المشروع، بيبقى عندي حاجة درافت وبنبدأ نطور فيها، وبعد كده بلاننج، وبعد كده اكسكيوشن تنفيذ، وبعد كده مانجمنت، وبعد كده ريبيلدينج. كل واحدة من دول بيبقى عندي إدارة في المشروع. الجزء ده الحاجات اللي هي الخاصة بالبيم، يبقى فيه ستادي لأكتر من بديل نبدأ ندرسهم، وبعد كده في مرحلة البنك بقى عندي بيزنس كوردينيشن، عندي في مرحلة التنفيذ بنبدأ نحط الكونستراكشن ريسك سيموليشن. الجزء اللي بره ده الخاص بـ GIS، بيبقى فيه داتا كوليكشن، بنبدأ نجمع الداتا من الموقع، وبعد كده بندخل في مرحلة تانية بروتكت ريسورسز الانفيرمنتال امباكت اسسمنت. كل مرحله من المراحل بيبقى فيه شغل في البيم وفي في الجايس، بحيث ان احنا نقدر نطلع بتعظيم للفايده، ان هما الاثنين بيتبادلوا المعلومات، بناخد الفايده من الاثنين. فالاربان الديتيل الكونستراكشن مينتيننس، كل مرحله من المراحل ديت بنبدا نشتغل عليها سواء بيم او جايس او نتبادل مع بعض. الاستخدام لاند يوز بلان زونينج، بنبدا نقسم المكان لزونينج والفيلا واحد فيلا اتنين فيلا تلاته، كل دول بيتعملوا بيم، وبعد كده نبدا نربطهم في البرنامج. ده اكزامبل، بنبدا نشوف المكان الاول ونجمع عنه المعلومات، وبعد كده نبدا نشوف التقسيمه تبقى عامله ازاي. ده ذا اربن ووتر سايكل، المايه لازم عارفين اماكن المايه هتبقى موجوده فين، ونبدا نحدد الاستخدامات بتاعتها بتبقى عاملة ازاي، وهنقدر ننظفها ازاي، وهنقدر نوصلها للناس ازاي. دي مدينة مصدر، دي نت زيرو سيتي، يعني ما بتحتاجش طاقة من بره. التصميم بتاعها فوستر وشركائه اللي احنا مش عارفين هما مين، بس هو المشهور يعني اللي فيهم. بابليك سيفتي، الووتر، السولار، كل الحاجات دي لازم ما نحتاجش حاجة من بره، نستغل كل الاستخدامات او كل الطاقة اللي موجودة الطبيعية. فالإنرجي في توفير للطاقة، في الووتر، في النقل. من ضمن حاجات إن أنت ما ينفعش تمشي بعربية بتطلع دخان، لا لازم عربية نقدر نقول بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية. في أمثلة طبعا، مدينة مصدر في مهمة جدا في الطاقة، مدينة لندن، الووتر في ويسترن ستيتس وفي تشاينا، عندهم استخدام لمية الصرف، ازاي يقدر يحول المية صرف للشرب. في النقل، مكسيكو سيتي مثلا وصينا والهند، دي تجربة كويسة جدا في موضوع البيب. في مرحلة البريد ديزاين بنبدأ نعمل انتجريشن، بحيث ان احنا نقدر، احنا لسه ما صممناش بس نجهز المعلومات، ونقدر ناخد المعلومات من الجي اي اس للمكان. مرحله الكونسبت بنبدا نحط الكونسبت بتاعنا، مرحله الديزاين نبدا نطور، مرحله الكونستراكشن بنبدا نعد الفابريكيشن بحيث ان الحاجه تيجي من المصنع تتركب على طول. مرحله الاوبريشن بيستفاد جدا جدا من المعلومات الخاصه بالبيم والجي اي اس. دي بعض الاشكال، كل ده حاجات من البيم. ده اللي هي الطريقة التقليدية لتبادل المعلومات، إن أنت تدي معلومة لحد وممكن تنسى تدي لحد، أو تبعت لحد معلومة مش محتاجها. في البيم لا، تبقى في معلومة موجودة وكل الأقسام بتاخد أو تتبادل المعلومات، في موديل واحد تقدر تاخد المعلومة اللي أنت عايزها. ده الـ OGS، حط بعض القواعد على أساس تبادل المعلومات. في طبعا ستاندرد لشغل البيم، وفي ستاندرد للجي اي اس، وطبعا الاثنين بيحترموا بعض، يعني
ده بيبقى عارف ان انا عشان اتبادل معلومات مع البيم لازم امشي على قواعد معينه، والتاني برضه نفس الفكره، ففي تبادل دلوقتي. فبنقدر نستفاد كمالك وكمخطط من التبادل بين البيم والجي اي اس، ونقدر ننقل المعلومات من مرحله لمرحله بدون ما نفقد اي حاجه منها. بس في محاضرة عن الفاسيلتي مانجمنت مخصصة كنت شرحتها امبارح على قناة بالمربي برضه لو حد عايز يستفاد منها. طبعا بريطانيا مهتمية بالموضوع دوت، هي وأمريكا، ففي كتب أو أكواد موجودة تقدر تحملها وتقدر تتوسع فيها إن شاء الله. وإحنا برضه بالمربي شغالين إن إحنا نعمل أكواد للي عايز يستفاد منها. فالبيم بيبقى بيقدر يفعل الكونستراكشن اندستري، يبدأ يحل بعض المشاكل اللي كانت عند الجي اي اس، ويتبادل مع المعلومات ويدخل للتفاصيل ما كانش بيدخل لها الجي اي اس. وفي أنظمة كتيرة جدا زي الاي اف سي، زي الاي دي ام، يبدأ تبادل المعلومات. انت تطلب معلومة تجيلك على طول على صيغة تقدر تدفعها. البيلدنج سمارت زي ما قلنا دي منظمة عاملاها الشركات اللي مهتمية بالبيم، فبيحاول يديك أكبر قيمة التبادل بين الحاجات بحيث إن مفيش معلومة تضيع، يبقى في تبادل معلومات بين الأقسام المختلفة وبين البرامج المختلفة. ده الحاجة هي بسيطة، الغرفة هي، وبعد كده نحط مثلا فيها الفتحات، وبعد كده نبدأ ندخل في تفاصيل أكتر لحد ما يبقى كل التفاصيل اللي أنت محتاجها في المشروع موجود عندك تقدر تستفاد منها. الكوبي كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج، دي صيغه زي ملف اكسل كده بنبدا نحط فيه كل المعلومات. الاول كنا بنحطها مانوال فكان بياخد شهور، انما دلوقتي اصبح بتضغط ضغط زر على زرار البيم بعد ما تكون دخلت كل المعلومات فتطلع لك الملف الاكسل اللي جاهز، ما بياخدش اكتر من دقيقه. فده وفر لنا كتير جدا. وده الاي اف سي بنقسم بيه المشروع، بيبقى عبارة عن ملف زي ملف البورد أو ملف الـ HTML، مش مفهوم لما تيجي تحاول تقراه، بس لو ركزت فيه هتلاقي إن هو شفرة عاملة زي الـ HTML. الـ CSI فورمات برضه من ضمن الحاجات اللي تقدر تبادل بيها المعلومات وتقدر تتعامل معاها مع برامج البيم. اللي عندنا الشيرت تبادل معلومات بين الإنشائي والمعماري وكل الأقسام. هتلاقي هنا المخطط المدينة، وهتلاقي كل مربع سكني أو كل مبنى هتلاقي فيه تفصيلة بتاعته في البيم هتبقى عاملة إزاي. ده مرحلة الكونستراكشن، دي بعض الحاجات اللي أنا كنت شغال فيها. ده شغل حقيقي لينا. Underground Utility الخدمات اللي هي تحت الأرض، ده بلان فيو. بعد كده 3D فيو، ده المحابس فالف بوكس. تمام، كل حاجة بتبقى ماشية على مستوى معين. في بعض الأكواد اللي احنا شغالين عليها هنا، زي مثلا هنا مثلا في حاجة اسمها أريدو اللي هو اتصالات، المفروض يبقى على ارتفاع معين بعيد عن المية وبعيد عن الخدمات التانية، فكل الحاجات دي التزمنا بيها بحيث إن احنا نعمل حاجة كويسة. برضه تصميم البريدج تقدر تستخدمه في البيم والجي اي اس بحيث ان تعمل تفاصيل بتاعتها بالشكل ده. فالبيم سكوب بيبقى فيه بي سكيل انرجينج سي ار اس بحيث ان انت تتبادل المعلومات بشكل كويس مع الجي اي اس، بحيث ان يبقى عندنا معروف ان العنصر ده ما ينفعش موجود في الاثنين. يعني في حاجات تنفع تعمل في البيم وجي اس هنحدث المشروع دوت اذا كنا نعملها هنا او هنعملها هنا، وبعد كده يتقابلوا في بلاتفورم معين. الستوك هولدر والرولز بيبقى معروف كل واحد المسؤوليات وايه الحاجات اللي مطلوبه منه. تمام، خلي بالك هنا انتجريتد موديل لازم يبقى عارف ايه الحاجه اللي انت هتركز عليها. وتقريبا كل البرامج دلوقتي اللي شغاله في الجي اس بتتبادل معلومات مع البيم، وفي عندي صيغه اسمها سيتي جيميل تقدر تاخد المعلومات واقدر استفاد منها. ريال تايم ديزاين اند موديلنج، دي صيغه السيتي جيميل، بنبدا نقسم كل حاجه، الرو مثلا هيبقى جواها ايه، الرود هيبقى جواها ايه، العناصر الموجوده بحيث انها تكون منظمه من فوق.
فبتدي تنظيم للشغل و تبادل المعلومات بشكل قوي. فمهم جدا ان احنا نعرف ازاي نربط بين الاثنين، بالذات لو احنا شغالين مثلا في مدينه وشغالين في مترو او شغالين في غير مثلا الحاجات ديت، نعرف ازاي نتبادل المعلومات. اتمنى تكون المحاضره مفيده. انا اضطريت ان انا اجري فيها على اساس ما نطولش فيها، لان هي المفروض تقعد 5 ساعات، فحاولنا قدر الامكان نختصر وقت على اساس الناس ما تملش. وجزاكم الله خيرا.